يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان ويبدد ظلما وظلاما. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أعظم حدث في تاريخ البشرية بعد مبعث الأنبياء هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة قربة عظيمة إلى الله عز وجل. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هيش مجرد حديثة. تتذكروا ما لاقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدة اللأواء والآلام التي تحملها هو وأصحابه، وما لاقوه من العذاب حتى اضطروا أن يخرجوا من بلدهم. النبي عليه الصلاة والسلام وضع للمسلمين جميعا التخطيط والعمل بالأسباب في الهجرة مع أنه رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم مرتب كويس جدا وعارف الغار ده، والغار ده في جنوب مكة. رغم كل هذا التخطيط والعمل بكل هذه الأسباب، وصل المشركون إلى باب الغار فعلا. الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال لرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. ده لو واحد بص كده تحت القدم يشوفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. افتكر اثنين ربنا الثالث بتاعهم هيبقى حالهم ازاي؟ يطمئن قلب أبي بكر رضي الله عنه. إلهي وخلاقي وحرزي ومولي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إنه اليقين والتوكل على الله عز وجل. أبو بكر كان بيحب النبي بقلبه وبيحب النبي بعقله. كل البيت عند أبي بكر كان يعمل. عبد الله ابن أبي بكر كان يرعى الغنم صباحا ومساء حتى تغيب أثار الذاهبين والقادمين. أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها تحمل الطعام وتذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر، وعائشة تساعدها في إعداده في البيت. رحلة الهجرة كلها دي رحلة عائلة أبو بكر من الصديق رضي الله عنه. ومكة لم تترك المجال يعني سهلا، وإنما كانت تقف لهم بالمرصاد. لو تأملت كلام رسول الله وهو خارج من مكة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة في المدينة المنورة هو بناء المسجد. الذي يحب وطنه ينشر فيه الحق، يزرع فيه الدين ليرفع وطنه. الأمر الثاني وهو أهم وأخطر، آخى بين المهاجرين والأنصار. كل من له عقل وكل من له بصمة محتاج يدرس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حدث الهجرة في حد ذاته أنا شخصيا أسميه البدر. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالبدر.
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار.